وإلى الشأن العربي، حيث أفادت وسائل أعلام محلية سورية أن إيران بدأت إخلاء مقراتها في منطقة دير الزور شرق سوريا بعد أن حلقت طائرة مجهولة فوق المنطقة. وذكرت مصادر مطلعة أن الطائرة لم تكن روسية أو إيرانية أو سورية، وأن مركبات عسكرية انتشرت في المنطقة منذ أن تم رصد هذه الطائرة التي اكتفت بالتحليق لمدة 30 دقيقة ثم غادرت المنطقة دون تنفيذ أي هجمات.